واحد من أضخم المشاريع التنموية مجمع الشقاية للطاقة المتجددة هو مشروع مشترك بين معهد الكويت للأبحاث العلمية ووزارة الكهرباء والماء بالاشتراك مع المجلس الأعلى للتخطيط ليحقق عوائد اقتصادية كبيرة نتيجة لتوفير استهلاك 12 مليون برميل نفط سنويا وتوفير 10,000 فرصة عمل أثناء تنفيذ المشروع و 12,000 فرصة عمل أثناء التشغيل والصيانة. عدد كبير ما شاء الله. أكيد هذا المشروع مشاهدينا مردود بيئي ويتمثل نقول في الحد من انبعاث ثاني أكسيد الكربون بمقدار 196,000 طن في المرحلة الأولى، وصول طبعا إلى 5 ملايين طن بعد الانتهاء من المرحلة الثالثة والأخيرة. مشروع ضخم، جهود كبيرة تتواصل بوتيرة متسارعة ليتم الانتهاء من إنجاز المرحلة الأولى لمشروع الشقاية للطاقة المتجددة، وليغطي بذلك 500 وحدة سكنية من المنازل المتوسطة الحجم. قام معهد الكويت للأبحاث العلمية بتطوير موقع مجمع الشقاية بحيث يسع قدرة توليدية مركبة 4000 ميجاوات. طبعا معهد الكويت للأبحاث العلمية كان مسؤول عن المرحلة الأولى منها، طبعا تعتبر مرحلة صغيرة ولكن كانت مرحلة مهمة جدا في وتعتبر البوابة في نقل المعرفة والتكنولوجيا، وكانت 70 ميجاوات، وحاليا المحطة هذه 70 ميجاوات موصلة على الشبكة وتنتج الكهرباء. طبعا هنا ينتهي دور معهد الكويت للأبحاث العلمية، ودور الآن مقتصر على الاستشارات العلمية اللي طبعا اللي راح ينقلها للمستفيدين اللي هم طبعا على رأسهم وزارة الكهرباء والماء، هيئة الشراكة، إلى باقي طبعا المستثمرين في مجال الطاقة المتجددة. تجربة فريدة من نوعها على مستوى العالم، ويضم مزيجا من تقنيات الطاقة المتجددة وخزانات الطاقة الحرارية الضخمة التي تعمل لفترة 10 ساعات. مشروع الشقاية ككل أو 2000 ميجا واط اللي راح تكون إن شاء الله بحلول سنة 2030 راح توفر على الكويت 12.5 مليون برميل من النفط سنويا، وتحمي البيئة من 5 مليون طن من الغازات المنبعثة فيما لو تم إنتاجها بمحطات إنتاج الطاقة التقليدية. والمرحلة الثانية والثالثة من المشروع راح يتم طرحها على الشركات المحلية والعالمية بحيث أنها تستثمر، ومردود بيع الطاقة المنتجة على مدة زمنية طويلة تصل إلى 25 و30 سنة. محطة فريدة كانت ثمرة جهود كل من معهد الكويت للأبحاث العلمية ووزارة الكهرباء والماء، ويعمل عليها المجلس الأعلى للتخطيط من أجل تحقيق رؤية المغفور له بإذن الله الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. عائشة أحمد، برنامج العالم هذا الصباح.